قليل من البكاء وكثير من النسيان. تأخذ مسيرة الصحفيين اليمنيين وجها داميا تتخطفه يوميات القتل والاعتقال والاعتداء. وجه صلبت في ملامحه العدالة ونسيت الذاكرة السياسية وذاكرة المجتمع الدولي معا حقه في الحياة والحماية. وفي هذا اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يتذكر اليمنيون بحسرة جنائزهم المحمولة على أكتاف الصحافة وحرية التعبير، فتشهد الصور المنصوبة على ساريات الشوارع والقتلة الفارون من وجه العدالة المتجولون في القاعات وفي ساحات المعارك، كما يتذكرون أيضا صور المخفيين قسرا في ظلمة السجون. طيلة السنوات القليلة الماضية منح القتلة الوقت الكافي لكي يرتكبوا مجزرتهم ضد الصحافة والإعلام، فتح لهم المخلوع صالح بداية المسلسل بالاغتيالات الشخصية التي تنضح بها ذاكرة الموت الصحفي عبر تاريخ ضالع في الجريمة، مرورا بقتل عدسات الثورة وأقلامها. هذا اليوم العالمي هو نفسه اليوم الذي يجد صحفيو اليمن أنفسهم موزعين بين ظلمة السجون والمنافي وأرصفة البطالة بعد أن داهمتهم ميليشيا الموت والاختطاف وألحقت بهم أسوأ فصول الانتهاك منذ مارس من العام 2014. قتلت عددا منهم وأخفت الكثير وفصلت العشرات من وظائفهم وأغلقت وسائل الإعلام المناهضة لها وألغت كل مساحات العمل الصحفي بالكامل وحولتها إلى مساحة حرب. بحسب نقابة الصحفيين فإن 18 صحفيا قتلوا منذ بداية الانقلاب في سبتمبر 2014، فيما يقبع نحو 16 صحفيا في السجون حتى اليوم. سجل أسود لحقوق الإنسان عامة وحريات التعبير على وجه الخصوص، كشفت عن جانب مفزع منها تقارير المنظمات الحقوقية والدولية. تصدرت اليمن المرتبة الأولى في قائمة أكثر البلدان خطرا على حياة الصحفيين، وصنفت ميليشيا الحوثي ثاني جماعة في العالم بعد داعش من حيث الانتهاكات ضدهم. أكثر من عام ونصف وأهالي الصحفيين المختطفين في انتظار موعد الإفراج عنهم أحياء أو موتى، فكلا الخيارين صار بالنسبة لهم هاجسا يوميا لا يغيب. يؤكد معظمهم على تعرض كثير من أبنائهم وذويهم المختطفين لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والإرهاب النفسي. رغم كل هذا لم تفلح كافة محاولات أهالي الضحايا في الحصول على فرصة اللقاء بهم أو الإطمئنان على صحتهم ومعرفة مصيرهم، وبقي ملف الصحفيين مجهولا منسيا. حتى المجتمع الدولي فشل مرتين، مرة بالعجز عن اتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في قتل الصحفيين أو الضغط للإفراج عن المختطفين منهم.